بلدة البوليل والمعروفة بنخوة وكرم أهلها. حللنا ضيوفا هنا، استقبلتنا البلدة بغصة خجولة، فأهلها لا يستطيعون اليوم القيام بالواجب اتجاهنا كما اعتادوا. هذه الامرأة دعتنا لتناول الغداء شاكية لنا ضيق الأحوال. رمضان خمس طبخات وست طبخات وطبختين وثلاث كلها عنا. والله موقدين، هي الموقد وهي الموقد وهي الموقد والتنور. والله وعندي ثلاث عائلات بالبيت. والله والله لا عصتك خلهم يجون يحبسون، خلهم أبدا. الداشر بحياتنا ما شفنا هالشوف هذا. ردينا 40 سنة اليور اليور 40 سنة. والله حطب ما بتشوالة ركستها بنفط وحط. والله العظيم شوفها حطب ما منين. البوليل عانت الكثير كما يقول أهلها منذ تضييق الحصار على دير الزور، واليوم تستضيف ضعف سكانها من اللاجئين سواء من القرى المجاورة أو من مدينة دير الزور. أعداد اللاجئين بازدياد، ورغم أن الأهالي وضعوا منازلهم وأرزاقهم في خدمة إخوتهم اللاجئين، إلا أن العدد فاق طاقة البلدة، ما دفع عددا كبيرا من اللاجئين للسكن في المدارس، خاصة من قريتي البو عمر والمرعية المجاورتين للمطار العسكري. وللاجئين هنا حكاية موجعة أيضا، فحالهم لا يختلف كثيرا عن حال أهالي البلدة في ظل شح الخبز والوقود والكهرباء. كل شيء تتلنا، تتلنا الجوع وتتلنا البرد وتتلنا كلها من كل مكان كلامت علينا. ولين بتاه الوضع ما عرف يعجع يضربونا احنا بيوتنا، يرجع يضربونا بالمتعية لا هاتي والطيران والصواريخ ولا احنا رايحين ولا احنا جايين ولا لا مع هذا ولا مع هذا. يعني مشكلة ما ساوية بهالشتوية. وين نروح؟ أحمد قال لا غاز ولا حطب، مدبرين ونروح نقص من البرية. حطب ما عندنا، هذا على الحطب قاعد نسوي لنا بحدي. شردنا وديحنا وديحهن، شردهم، شرد أخوتنا وشردهن، ودحنا شلون حالتنا هي أنا بهالبرد وهال. القائمون على المجلس المحلي في البوليل أكدوا لنا أنهم بذلوا المستطاع لتغطية حاجات الأهالي واللاجئين، إلا أن الإمكانيات المتاحة خذلتهم، ووجهوا رسالة للائتلاف الوطني فهو المسؤول عن إدارة المناطق المحررة حسب القائمين على المجلس المحلي هنا. البرد لا ينتقل عبر الصورة، والروائح هنا التي تنتشر والأوبئة لا تنتقل عبر الصورة، إنما الذي ينتقل ما تراه العين لا ما يشمه الأنف. لعل شعري هل يعلم الائتلاف الوطني بأحوال اللاجئين هنا والنازحين، التي عجز مجلسنا المحلي عن تلبية الاحتياجات الأساسية لها. إن هذه الصورة وهذا التقرير الذي هو مكثف عن أحوال النازحين في سوريا، ونحن في منطقة محررة من النظام، هذه الصورة وهذا الكلام برسم الائتلاف الوطني الذي تقلد زمام الأمور، وهذا كله برقبته وبعنقه. فليت شعري هل زار أحد منهم هذه المناطق؟ إذن هي توأمة هنا بين اللجوء وغياب الحاجات الأساسية، إلا أن هؤلاء لم يفقدوا الأمل بالنصر والفرج القريب، فليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. صائب أيوب، أورينت نيوز، البوليل، دير الزور.